السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. اليوم راح أعطيكم فكرة بسيطة أو حل بسيط للي بعضهم يعني ما يجدون فوتوشوب إصدار اللي يدعم اللغة العربية. أنا زي ما تشوفون هنا عندي الإصدار الأمريكي وما يدعم اللغة العربية، لكن وجدت طريقة بالصدفة يعني من كثر ما أجرب. إيش هذه الطريقة؟ إني أجد نص عربي من ملف فوتوشوب سابق قديم، أي من سي إس 3 مثلا، وأحفظه على جنب ويكون بالعربي، وأفتح الفوتوشوب الجديد اللي هو سي إس 5 واكتب فيه. طبعا ممتاز جدا، ولا يعترض معك ولا يعكس الخط، زي ما نشوف الان. زي ما تشوف الان مثلا سوينا اي تصميم، مثلا سوي تصميم على الطائر، اي شكل مثلا نحط عليه. ابغى اكتب الان، بضيف نص. طبعا ما مديني، لو تلاحظون الان اكتب، تلاحظون كيف السلام عليكم ما جات، صح ولا لا؟ نشوف الان الطريقه. اروح في ملف انا محتفظ فيه مسميه نص عربي، طبعا من الاسيس 3 انا عدلته. خلاص هذا هو النص، واضح هنا. خلاص ايش اسوي؟ اسحب الشاشه هنا واسحب النص، بعدين اقفل هذا، اقول خلاص ما احتاجه. صار عندي الان النص بالعربي، اعدله زي ما ابغى، اكرره كم مره، اسحبه كذا كان في مثلا اكثر من نص، وابدا اعدل. زي ما تشوف الان، السلام عليكم، خلاص عدلنا، بسم الله، هو الأخيرة، شكرا لمتابعتكم. طيب زي ما شفنا طريقة سريعة وسهلة، والحمد لله يعني استخدمها كثير. تقدر تطبقها في الإلستريتور وفي جميع منتجات أدوبي اللي هي على الإصدار السيس 5. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.